اليوم بدنا نعمل صحن سلطة من دون بصل ومن دون ثوم. هو مكون من الزيتون والزعتر، شي لذيذ ورهيب غير شكل. تابعوا معنا الفيديو للآخر، تعالوا شوفوا معنا المقادير. عندي معلقة فلفل مطحون، صحن زيتون، عندي هون جزر هلا بدي اقشرهم، عندي 5 حبات حمص، قرنين فلفل اخضر، وبقتين زعتر. هلا هون بفقي الزيتون، شيل منه العجو، ننتبه ما نخلي فيهم عجو مشان ما نعور اسناننا. هلا قشرت الجزر، بدي افرمهم قطع صغيرة، كل ما صغرنا القطعة كل ما أحسن، إذا عنا ولاد صغار مشان ما يكون قاسي على سنينهم، بعدين شي بيرجع لذوقنا. إذا بتحبوا تكبروا القطعة حسب ما أنتوا بدكم. هلا بدي أفرم الفلفل الأحمر وفلفل الأخضر، افرمهم لقطع صغيرة كمان. اذا بدنا فينا نزيد الفلافل، اذا بتحبوا تحرحوا السلطه، بس انا اخذت كفايه. وهيدا الزعتر نقيتون وغسلتون وقطعتون ل3 قطع، كمان بيرجع لذوقنا. اذا بدكم تتركوا الورقه مثل ما هي وبدكم تنعموهن اكتر كمان شي بيرجع للذوق. انا حبيت قطعهم 3 قطع حلوة صح. هيدي السلطة كتير شهية. بنعد هيدي السلطة من المميزات المازة، بتتقدم عالترويقة حد اللبنة والجبنة، حد كل الاكلات الطيبة، حتى فينا نقدمها حد البطاطا المقلية. هون عندي الحامض قشرته، نقيت منه البزر، بدي افرمه لناعم. هلا انا عم صور، ما تاخذوني على التصوير، بصور بايد واشتغل بايد. ان شاء الله يعجبكم هالتصوير. كمان عصرت 2 حامض، بدي اضيفهم فوقهم مشان يعطيها طعمي اكتر، لانه اذا هدول اللي فرمناهم بنكهوا بس اللقمة اللي بدنا ناكلها، بس الحامض بيعم على كل الصحن. هلا بدي اضيف معلقة الحار المطحون. اذا بتحبوا الاكل حرة فيكن تضيفوا اكتر. هون عندي 1/4 كوب زيت زيتون، بيكون موجود عنا زيت نباتي ما بيأثر. وعندي هون معلقة طعام مليانة ملح، لانه الزيتون ملح ما بدنا نكتر ملح، بدنا نعمل هيدا الحساب. معلقة بتكفي. حركهم مزبوط مع بعضهم حتى ياخدوا طعمتهم الطيبة من بعضهم. عن جد هي الأكلة بتطير العقل. انتهى طبقنا لليوم. هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نعبيهم بالمرطبان. إذا ما بدنا ناكلهم بوقت الحاضر فينا نعبيهم بالمرطبان ونحطهم بالبراد، كل ما بدنا منشيل حاجتنا منهم ونرجع منحطهم بالبراد. بيضايين ولا أطيب من هيك، كل ما طولوا كل ما أطيب. انتظرونا بأكلات جديدة وبيوم جديد، ولا تنسوني إذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب وكومنت. وباي باي.